مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا وصلنا معكم لفقرتنا الحواريه الاخيره اليوم، بدنا نتحدث فيها عن اهميه التعليم المهني. دائما بكل طبعا صباح خميس بنخصص هذه الفقره لحتى نحن نضوي على اهميه اليوم التعليم المهني بكل الاختصاصات. اليوم باختصاص طبعا الفنون النسويه، هذا الاختصاص كثير مهم لكثير من طبعا الصبايا والسيدات اللي بيهتموا فعلا بهذا الموضوع، لانه فعلا له افق ومستقبل كثير رائع من خلال طبعا تعليم بعض المهن اليدوية أو المهن النسوية. طبعا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، بس عندنا راح معنا بالاستوديو بالمعلمة نبيلة رجوب وأيضا المعلمة مريم كحيلي. من لكم يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا صباح النور. يعني كان مثل ما عم تحكي كانت نادين بالبداية عن التعليم المهني، أول شيء خلينا نحكي هيك لمحة بسيطة عن التعليم المهني أستاذة، ونتخصص بالموضوع هو التعليم اللي تخصص الفنون. هلا بالنسبة لتخصص الفنون بيشمل مجموعة من التخصصات، مجموعة كتيرة يعني، فأنا رح أذكر بعض الأقسام منها اللي بتتعلق في مجال الفن والتفصيل. خياطة الملابس، عنا تطريز، عنا الكروشيه، عنا تصميم الأزياء، وكل هدول التخصصات بيحتاجوا إلى مهارات، إلى هيك خبرة وأفكار جديدة مبتكرة هيك لدى الطالب. تمام. طالب التعليم تمام الفني. أنسي نبيلة، أكيد نحن عم نذكر الفنون النسوية، يعني طلابة صبايا، لا لا بنات، في نحب نصحح المعلومة، لا في شباب، في شباب الصناعي. وعلى فكرة يعني بيضاهوا شغلهم وعملهم بيضاهي البنات، في شباب بيفنون، في شباب النسوية. ومن الأوائل عم بيطلعوا. طيب ليش اسمها فنون نسوية؟ هلا لا ما عاد كانت سابقا كانت يعني ما نسوية، لا اقتصاد يعني تحت عنوان التفصيل والخياطة، والخياطة أو المهن، مهن يعني. أو المهن التفصيل والخياطة، لأنه يعني أستاذة عم بيكون فيها تصميم أزياء، يعني تصميم أزياء على الحاسوب يدوي، في عندك الكروشيه، عندك التطريز، عندك الآلات ومهارات. هي آلات ومهارات تعتمد على صيانة الآلات، انه كثير انا في كثير طلاب عنا عم يكونوا شاطرين ب طيب طلاب الشباب شو اختصاصاتهم بالفنون؟ نفس الهيئه يعني بتعلموا صح. دخل في عنا السنه الماضيه طالب اسمه الشباب. احمد دخل بكليه الفنون الجميله، لا كثير يعني عم يضاهوا البنات. نحن عم نشوف اليوم الخياط، عم نشوف مصمم الازياء شباب، طلابنا يعني انه بس عددهم قليل، يعني اربعه خمسه عم يكونوا احيانا طالب طالبين حسب لا حسب طيب ممكن هون لانه بتجي عند رغبه الشخص. تمام طبعا اكيد، يعني هون أكيد. الشاب مثلا اذا بده يفوت على هذا التخصص بيكون في عنده رغبه، عنده موهبه، اكيد اكيد حب للفنون انه يدخل سوق العمل مباشره. اذا عنده رغبه ممكن يقعد فتره قصيرة عند خياط، بيصير عنده رغبة قوية للخياطة. وهلأ نحن دائما بنذكر ومنقول إنه الخياطين هن أمهر من النساء، ونفس الشيء كمان الطبخ، الطهو، هالشغلات يعني كلياتها صحيح كثير مهمة. أنسة مريم، اليوم إذا بدنا نحكي عن فعلا أهمية التعليم العملي قبل النظري، يعني عم تاخذوا أكيد علوم نظرية بنفس الوقت عملية، في تطبيقات عملية، يعني قد كثير مهم هذا الموضوع بالتطبيقات العملية وتعليم مهني بنفس الوقت. هلا بالنسبة للتعليم المهني، هلا ممكن أقول أنا إنه الجانب العملي مثلا بيحتل المقام الأول، ولكن هذا لا يلغي التعليم المعلومات النظرية، فهي مكملة لبعضها، يعني كل تعليم يكمل فراغ الآخر، فهو بالنهاية معلومات نظرية، شرح، توضيح، قواعد، وبيجي بالتالي يعني تطبيق العملي على أرض الواقع وحصول على منتج منافس في السوق، ويعني ذو هيك أفكار جديدة، مهارة جيدة، إبداع جديد. يكون في دائما يعني بحالة تطوير حتى تطوير. للأدوات والمهارات لدى الطالب، يفوت الطالب لعندكم بيصير في عنده تطوير للمهارات عنده، أفكار جديدة. تماما، خلونا نشوف هذا الاستطلاع سوا ونرجع لحتى نكفي حديثنا. مرحبا. اهلا، مين بحضرتك؟ اسراء احمد صوفان. اي صوب؟ عاشر. ليه اخترتي مهنة النسوية؟ لأنه كتير حلوة، دخلت على الفنون لمهنة أنه بحب الرسم والخياطة دائما. شو حابة أنت تختصي؟ أنه بالرعاية الأطفال، حابة أن أدخل بهالمجال لأني كتير بحبه.
ما رح تختصي بالنسوية يعني شيء له علاقة بالخياطة أو شيء؟ لأنه بحب أنا هيك شغلات، بس كمان إنه طب الأسنان وإنه هيك كمان كتير حلو، بحب أدخل بيت مجالات. مرحبا. يا هلا، تعرفينا بحضرتك؟ اسمي إسراء الحمول، صف عاشر. اخترت هاي المهنة لأنه بحبها، بحب أدخل بهذا المجال، بحب شغلات الخياطة، بحب أشتغل بالتريكو، الرسم، فن التظليل، هدول الشغلات يلي بخلوني أدخل على الفنون وحبها وأبدع فيها. ليه اخترتي هيدي المهنة؟ لأني مهنة كتير حلوة وبتعلم الخياطة والرسم والكروشيه والكورة وكل المجالات اللي بنحبها. يعني أهم شيء الخياطة، هي كتير إنه الخياطة كتير حلوة بهيك، بتعلم إنه إذا مع الأيام فينك تفصلي لإلك إنه تنورة، قميص هيك. يعني هلا أنت فيك تشتغلي شيء، حسيتي صار فيك تشتغلي شيء بإيدك؟ فيني هلا، يعني لسه عاشر يعني. فيني، بس إنه كمبدأ إنه شوية صغيرة، بس إنه مع الأيام بتعلم. يعني تعلمتي أساسيات وحاسة فينك تطبقي؟ فينا تطبقها إن شاء الله. بس تخرجتي شو حابة تختصي؟ فنون جميلة. مرحبا. أهلين، تعرفيني بحضرتك؟ أنا سجود من مدرسة الفنون صف 11. أهلا وسهلا فيكي. تحكي لنا ليه اخترتي هيدا المهنة عن غيرها؟ هيدي المهنة أول شيء مفيدة وشو اسمه حلوة، ومهنة كتير حلوة للكل، يعني فيها رسم، فيها نتعلم الخياطة منها والكروشيه وشو اسمه، وهيدا الفنون انه فيها شغلات ومجالات كتير حلوة ومفيدة. شو أكتر شي حب؟ تابعنا هيدا الاستطلاع طبعا معكم مع مشاهدينا، كثير حتى كنتوا عم تبتسموا لطالباتكم، يعني هيدي المحبه او هيدي طبعا العلاقه اكيد اللي بتخلق اليوم بين المعلم وبين الطالبه، هيدا الشيء بيشجع اكثر على التعليم سواء كان منكم او حتى من الطالبات. اليوم تسالك انسه نبيله، يعني الصبايا كلهم اجمعوا على انه هن فعلا شيء كثير مهم، شيء كثير مفيد، عم بيحبوا المهنه وعم تقولي عنهم شاطرين، يعني هيدا الموضوع كيف هيك راح يعني مع الوقت؟ خلينا نقول نحن على طول نعطي حافز للطالب. بنتي انت بمهنتك، انت بدراستك من صف العاشر، انت فينك تدخلي لسوق العمل. انا كثير من الطلاب يجوا لعندي انه انسه نحن عم هلا في عندي طالبه عم تشتغل طواقي الحج، يعني على كل طاقيه عم تاخذ عليها ربح مادي، يعني ربح مادي، فهي كثير مبسوطه. انا كثير شجعتها، قلت لها برافو عليكي، مهنه يعني ومدخول جدا، يعني شيء رائع. لرفقاتها شجعتهم، قلت لهم بنات انه شوف رفيقتكم عم تاخذ مدخول لو انه بسيط جدا، بس هي ايوه تشجيع وحافز، اي حافز كثير كبير بالنسبه للخياطه، بالنسبه للكروشيه، للتصميم، بالنسبه للتطريز، كل هالمهن تماما رائعه. والطالبه عندنا كثير بتطلع مبدعه، يعني اذا هي حابه تطور حالها تشتغل. هذا شيء كثير كثير مهم. طيب استاذه مريم، يعني اذا بدنا ناكد على كلام الاستاذه، يعني عم تقول انه طالبه مبدعه وحضرتكم ونحن عم نحضر التقرير كل شوي تقول لنا هي شاطره هي كذا، طيب طالبه مبدعه وانجزت وعم تشتغل على حالها، نحن ك يعني كمؤسسه شو ممكن نفيد هي الطالبه او شو ممكن نقدم لها بعد ما تنجح وتتخرج من هي المدرسه؟ لا، بحكم هالتعاون اللي عم نشوفه بين المعلمه وبين الطلاب وتشجيع على مثلا عندها هوايه، عندها ابداع، اكيد نحن بنشجعها، اكيد يعني رح تبين عندها تميز من خلال مثلا هالعمل اللي بدها تنجزه يعني او تقدمه، فهذا مثلا ممكن انه تبيع هذا المنتج ويعود مثل ما قلنا بالمردود المادي لها، فهذا التشجيع كثير كثير حلو. وسبق وكان عندنا طلاب يعني مبدعين صار لهم مجال، يعني قاموا بمشروع صغير سواء كان بخياطه الملابس او بتصميم الازياء، عملوا مشروع اشتغلوا عليه، قدموا فقره بمعرض احد المعارض اللي قامت عنا بالمدرسه هيك من الازياء يعني والفساتين، طبعا من خلال التدريب خلال المدرسة وتعريفها على أنواع الأقمشة، على الألوان، تناسب الألوان والقصات وهيك شغلات اللي بتدخل بهذا المجال.
تماما. هون بس نادين بس فكره، يعني هون اكدتي استاذي على موضوع التشجيع والتحفيز، بس انا بقصد كنت انه موضوع الدعم كمؤسسه كمدرسه، شو ممكن نقدم للطالب؟ يعني هي الفكره اللي كنت عم بقصدها. التكاليف الماديه، يا التكاليف الماديه حاليا هون في فكره بينعطى من المدرسه. هلا هون في تامين لجميع المواد، عم تقدم لهم مواد بالنسبه للكروشيه للصوف، بالنسبه للتطريز اقمشه متنوعه على التطريز، بالنسبه للخياطه كمان حسب المدير اللي يعني هذا الشيء بيساعد. الاقمشه موجوده، حتى الورق، حتى الاقلام التلوين، قلم الرصاص، يعني كل شيء بيتعلق بالمهن يعني. حتى فيني انا الامكانيه الموجوده عندهم ما عم ياثر. هلا فيني انا اضيف فيني انه تاكيد وزير التربيه على تطبيق القانون اللي اصدره السيد الرئيس بشار الاسد على ربط التعليم الثانوي المهني بسوق العمل. يعني انا كطالب بمرحله التعليم الثانوي 10 11 مثلا بكالوريا، انا عم اشتغل، انا فيني بيع هذا، اعرضه للبيع، عرفت؟ فهذا بيعود بالمردود المادي لإلي لأسرتي، بيصير هذا تشجيع حافز وايضا تشجيع على الاقبال على هالنوع من التعليم. اليوم أنسة مريم لما عم نحكي انه في تجهيزات لوجستيه اذا مجهزه للطالبات، يعني كثير كنا نسمع انه لا بتكلف يعني دراسه الفنون النسويه، بس عم تدخل طالبه لا مكلفه للاهالي، يعني اليوم لانه هي بدها تحضر مواد، بده يكون عندها مواد لتتعلم اكثر، فاذا عم تساعدوها قدر الامكان للطالبه اليوم تجهيزات. شو الفكره؟ تفضلي. الفكره اذا طالبه بدها تشتغل هي لإلها، مثلا هلا هي حابه تفصل جاكيت او تعمل شيء خاص لإلها، شيء خاص مواد، اكيد هي بتجيب موادها. إيه. من المدرسة للمدرسة. تمام. لا. يعني أكيد. صراحة كلام كتير مهم، وخاصة صحيح. بظل انه نحن عم نعيش هاي الفترة الصعبة. وبحاجة. فكتير نحن بحاجة فعلا لشيء من خلاله يساعدنا. يطور يعني المجتمع. هلا السنة شوية كان في شح بالمواد شوية صغيرة، فانه على فكرة بحكم الظروف يعني. كل طالبة قلنا لهم شو عندكم شيء قديم؟ بلوزة قديمة، جاكيت إعادة قديمة. إعادة تدوير إعادة تدوير للقطعة، إن كان صوف إن كان قماش. أيوه. إعادة تدوير ومشي الحال، مشينا الامور. هلا نحن مقبلين على امتحان، مشينا هاي الامور بهي الطريقه مشان نمشي الامتحان. يعطيكم الف عافيه يا رب. يعطيكم الف عافيه، وبشكر كثير وجودكم معنا. نحن تشرفنا بوجودكم، وان شاء الله يا رب هيك طالباتكم فعلا بيرفعوا راسكم وبيكونوا عند حسن ظنكم بالمكان الصح، نتطور بهذا المجال من التعليم. اكيد بتمنى لكم كل طبعا التوفيق. الانسه لك، الانسه نبيله رجب، الانسه مريم كحيلي، كنتوا معنا. بالتوفيق لكم ولطالباتكم، مستقبل زاهر باذن الله. شكرا لكم. وانا بشكركم، بشكركم كثير كثير على هالاضاءه الحلوه، على اللفته الحلوه، على هالتعليم المهني. وبشكر كمان انا كثير مديرية التربية، لأنه كثير هي بتتابع عملنا. أكيد. حتى نرتقي فيه للأحسن والأفضل. أكيد بجهود مشتركة. شكرا كثير لكم.